اهلا وسهلا بحضراتكم. الفقرة دي مش على الاقتصاد ولا السياسة ولا أحوال البلد زي ما حضراتكم دايما متعودين في برنامج 90 دقيقة. الفقرة دي عن موضوع يهمنا جميعا، الفقرة دي عن تعليم ولادنا. بكلم في الفقرة دي بوجه كلامي لكل الأسر المصرية المشغولة والمعنية بمستقبل أولادها وإزاي تعمل لهم مستقبل أفضل، وبكلم برضو في الفقرة دي كل طلبة الإعدادية اللي بتفكر النهاردة إزاي أتخصص وأدرس إيه وإزاي أضمن لنفسي حياة أحسن فيما بعد ووظيفة محترمة ومرموقة. هوريكم بالصوت والصورة بديل لنظام الثانوية العامة بكل تحدياته وبكل مشاكله، وهوريكم كمان في الفقرة دي إزاي نضمن المستقبل ونضمن الوظيفة ونضمن المرتب المحترم. أنا هبة جلال ودي جولة لبرنامج 90 دقيقة من إحدى المدارس التكنولوجية الحديثة. اهلا وسهلا بحضرتك في البدايه المهندس خالد سعيد، مدير مدرسه غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقيه، واللي هتاخدنا بقى في جوله النهارده عبر المدرسه وابرز الورش والفصول اللي فيها. بس الاول انا مهتم اعرف من حضرتك ايه نظام الدراسه هنا في مدرسه غبور 2 للتكنولوجيا. تمام، طبعا في البدايه برحب بحضرتك، برحب بقناه المحور وبرنامج 90 دقيقه، وبرحب بحضرتك الدكتوره. احنا طبعا سعداء بتشرفكم لينا في المدرسه. احنا اسعد. الدراسه عندنا طبعا احنا مدرستنا من ضمن اكتر من 50 مدرسه تكنولوجيا تطبيقيه. احنا النوعيه بتاعت مدرستنا بتخرج نوعيه من الطلبه، نوعيه مختلفه تمام. اولادنا بيطلعوا بكواليتي عالي جدا. اولادنا بنتم اهتمام بيهم كبير جدا، بنهتم بيهم علميا وسلوكيا وثقافيا. عندنا طبعا حاليا دلوقتي زي ما حضرتك شايفه دي اختبارات القبول لمدرستنا النهارده، دي اختبارات النهاردة القبول، اختبارات القبول. ودول اولادنا لسه طلاب جدد زي ما حضرتك شايفين. عندنا هنا البدايه خالص ده غرفه الكشف الطبي. بنطمن على اولادنا. طبعا التعليم عندنا تعليم صناعي، وبالتالي لابد ان احنا نتاكد ان اولادنا صحيا كويسين جدا. دي اول مرحله هما بيمروا بيها، دي اول مرحله الكشف الطبي، بعد طبعا ما يسلموا ورقهم في شؤون الطلاب ونراجع انه فعلا مطابق للمواصفات بتاعتنا ولا جاب المجموع اللي يناسبنا. طبعا احنا بنقبل على فكره على مستوى الجمهوريه، بنقبل كل طلاب الجمهوريه، ما عندناش مشكله. الاستاذه مشيره هي المسؤول الطبي هنا في المدرسه، هي والاستاذ عماد يعني برضو مش متواجد عن ظروف. ازاي حضرتك؟ الله يخليكي. الاستاذه مشيره طبعا من الناس الممتازين عندنا، ربنا يحفظها. بنكشف على اولادنا، فهي بتلاحظهم لو في عنده اي اعاقه في اي شيء تمنعه من الدراسه عندنا. هي على طول بتسجل عندها في الاستماره. بتشوف لا قدر مثلا لو ولد حصل له حادث قبل كده، عمل عمليه جراحيه، عمل اي شيء، هتبقى عائق بالنسبه لنا على الفوتو يعني بنرفضه. وطبعا باسلوب يعني انا كنت هسال حضرتك بعد شويه على فكره الشروط، بس مهم نعرفها دلوقتي بما انه مرينا في غرفه الكشف الطبي. فاذا شروط الالتحاق بالمدارس التكنولوجيه او بالمدرسه هنا تحديدا، هي اول حاجه ان يكون لائق جسديا وصحيا. صحيح. ايه كمان غير برضو المجموع؟ غير المجموع هو اظن هم دول الشرطين فقط. انا بالنسبه لي كغبور، لان طبعا بتختلف المدرسه لمدرسه تكنولوجيا تطبيقيه، احنا بنقبل كل طلاب الصغر، حتى بنقبل الاعداديه القديمه، بنقبل الازهر، بنقبل خريجي المدارس الدوليه. ممتاز. ده كله بنقبلهم، وفي الاخر اللي بنصفي على اختباراتنا احنا. في اختبار جاي من وزاره التربيه والتعليم، اختبار الطالب يعني بيختبر في حوالي 60 سؤال على الكمبيوتر، بنختبر كل ما على ما هو سبق درسته قديمه في الاعداديه. بعديها بنعمل اختبار براكتيكال، اختبار عملي. بنشوف حساسيه الولد عندنا في حضرتك. احنا مدرسه عملي، مدرسه سيارات، فبنشوف الحساسيه بتاعه السنس، لازم يبقى عنده القدره انه يشتغل بايده بس كده. عشان احنا بنفاضل يعني السنه دي عاوزين 100 طالب فقط. 100 طالب دول احنا بنختارهم من حوالي 1500 طالب. اتقدموا لكم السنه دي كام؟ ما يقارب من 1500. وعلى موقع صفحه غبور حابين ناخد بس يعني اراء الناس وفي غبور والاستمارات، سجل حوالي 4600 طالب. 4600 طالب المدرسة غبور واحد وغبور اثنين.
وغبور اتنين تحديدا 1500 تقريبا اللي جالنا 1500 بس ده ازيد من السنه اللي فاتت ازيد من السنه اللي فاتت تقريبا الضعف الضعف مع انه في مدارس تكنولوجيه مختلفه فتحت في مدارس فتحت دوليه فتحت جنبينا في اكتوبر هنا يعني مدارس متميزه زينا بالظبط ولكن الناس الحمد لله بفضل الله واخده فكره طيبه عن غبور دي سنه كام للمدرسه دي السنه الثانيه السنه الثانيه ان شاء الله باذن الله نخرج الدفعه ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله باذن الله وهي 3 سنين كده الدراسه صح 3 سنين دراسه اتفضل نكمل مع حضرتك الجوله طيب فاذا احنا اتكلمنا عن شروط القبول او الالتحاق بمدرسه غبور تاني عايز ارجع مع حضرتك لفكره طريقه وآليه الدراسه هنا يعني الطلبه بتتعلم ايه وبيتم تاهيلهم واعدادهم عشان يبقوا ايه تحديدا احنا طبعا مدرسه صيرت وبالتالي كل الشغل عندنا والتدريب على السيارات عندنا ثلاث تخصصات حاليا في عندنا تخصص ميكاترونكس سيارات وفي عندنا اصلاح هياكل السيارات او السمكره المتعرف عليها بره وفي دهان السيارات اللي هو الدوكو زي ما بيسموه بره ان شاء الله السنه الجايه باذن الله هنفتح السيارات الكهربائيه قسم السيارات الكهربائيه كل ما هو حديث التوجه العالمي التوجه العالمي والطاقه الانظف يعني تقليل التلوث عن البيئه صحيح صحيح واحنا كمدرسه غبور بنواكب كل ما هو حديث الوزاره مع المؤسسه تعال نكمل هو هنا في ايه كل الامكانيات ده حضرتك هنا الاختبار العملي دي مرحله من ضمن مراحل القبول عندنا دي مرحله الاختبار العملي استاذ عز السلام عليكم ازي حضرتك يا رب تكون بخير الناس اللي طبعا خبراء المدرسه عندنا خبراء الاختبار ده حضرتك بتختبر اولاد زي ما ايه اللي بيحصل بقى هنا اللي بيحصل ان احنا بنعمل مهارات للطالب ومعارف ويعني ايه القدره بتاعته اللي هو ممكن نقبله ولا ما نقبلهوش تحددها حضرتك ازاي معايير احنا بنشوف بقى الطالب عنده المقدره ان يعرف العدد والادوات والمعارف اللي هو درسها قبل كده زي الاشكال الهندسيه والحاجات اللي ايه اللي درسها قبل كده دي اللي بتساعدنا اللي احنا نحدد تقييم الطالب حضرتك كنت بتقولي انه تقدم السنه دي 1500 تقريبا قبلته كام يعني كم طالب بيدرس السنه العدد ان شاء الله المستهدف 100 طالب وطالب 100 طالب وطالبه من 1500 ده معناه ان احنا برضو يعني هي عمليه انتقاء لافضل الطلبه وعشان بياخدوا برضو فرصه مميزه في الدراسه طبعا الطالب الفصول عندنا ما يتعداش عدد الطلاب في الفصل 25 طالب والورشه 12 طالب العدد حضرتك عارف لما يكون قليل نقدر ندي اكتر ايوه يقدر يتفاعل مع المدرس والمهندس او المدرب اكتر العدد لو زياده مش هنقدر احنا اهم حاجه عندنا حضرتك النوعيه مش العدد احنا عاوزين نطلع 100 طالب بنوعيه سبيشال حاجه خاصه غير ما طلع 1000 طالب وهم للاسف مستواهم تعبان وبتختاروا تاني كمان ازاي غير احنا قلنا دي اول مرحله الاختبار العملي الاختبار العملي اتفضل حضرتك نكمل مع حضرتك دي حضرتك طبعا اول مرحله يا دكتور الاختبار العملي اللي هو الاختبار العملي هو في طبعا اختبار بيسبق الاختبار ده كلها هو الاختبار النظري نظري الاختبار النظري على الكمبيوتر ان شاء الله اوري حضرتك دلوقتي المكان اوكي وان شاء الله نبص وبرده عندكم زي مقابله شخصيه او انترفيو مش كده الانترفيو ده اللي بيتم حاليا دلوقتي حضرتك دلوقتي بص عليه حالا طب ده بتسأله بقى بتسأله الأهالي إيه وبتسأله الأولاد إيه؟ الاختبار ده بيشمل حاجة كتير أول حاجة بتأكد من اللغة عنده لأن اللغة تهمني جدا إيه لازم يبقى جاي عارف لغة لازم يكون عارفه طب لازم يكون عنده أساس الدراسة عندنا باللغة الإنجليزية كل المواد باللغة الإنجليزية؟ كل المواد الماس الفيزيكس الكيمستري المواد التكنيكال الخاصة ده كله بالإنجليش الطالب بيدرس كل ده بالإنجليش عندنا اللغة العربية فقط اللغة العربية التربية الدينية الدراسات الاقتصاد وبيدرسوا دين ودراسات عربي بيدرسوا. دي مواد جميل أساسية. دي مواد أساسية بيدرسها بس باقي المواد كلها باللغة الإنجليزية وبالتالي أنا لازم أختار نوعية خاصة من أولادنا يعني يكون حتى عندهم لو قلنا نسبة 50% من اللغة وأنا أكسبه بعد كده 50% التانية أي دي حجرة المقابلة الشخصية صح؟ المقابلة الشخصية الانترفيو اتفضل يا دكتور الأستاذ علي مشكور هو طبعا الجانب النفسي هو اللي يخصه ويقدر يشوف الشخص اللي قدامه هو ما شاء الله من كفاءات نقدر نسأله عنه. برضو عن المعيار أو الأسس اللي بتدور عليها في الطالب الجديد مثلا هو طبعا يعني أنا طالب في خلال المقابلة بيبقى فيه أولا يعني بنستخدم الملاحظة ده كان جزء من الشغل بتاعنا بنشوف مثلا شخصيته وهو بيتكلم أفكاره هل هو مثلا بنعرف مثلا من خلال هواياته ان كان مثلا طالب مثلا بيقرا عنده هوايات عنده انشطه دي طبعا الحاجات دي بتساعد على تكوين الشخصيه
بيبقى أفضل أن يكون الطالب عنده بيحب القراءة، عنده هوايات معينة، ده مفضل بالنسبة لكم؟ طبعا هو لما بيكون الطالب بيكون عنده هوايات هو بيشغل نفسه بطريقة، فدي حاجة بتفيده وده بيديله بيبقى فيه معيار سلوكي إيجابي كويس قوي. أنا هنا كمدرسة بقدر أكمل من خلال أنشطة، إن كان مثلا دعم نفسي، من خلال أنشطة دعم نفسي، مثلا إحنا بنعمل أنشطة مثلا من قبل أخصائي النفس والأخصائي الاجتماعي وإدارة المدرسة، فده برضو بنكمل معاه علشان يبقى مستوى المدرسة يبقى مستوى كويس جدا. وإلى جانب برضو الجانب الثقافي ده مهم جدا، إن إحنا إن كنت عايز تعرف، يعني أنا عندي مبدأ، إن كنت عايز تعرف المجتمع رايح فين بص على المدارس، هو ده المؤشر اللي انت تقيس بيه المجتمع، لان الاجيال دي هي في وقت من الاوقات اللي هيبقى منه مناصب قيادات، فدول هيحركوا الدوله ازاي وهيحركوا المجتمع ازاي. فلو في وعي ونضج ثقافي نضمن الاجيال الجايه هتكون يعني اجيال مبشره دايما بالخير دايما واجيال كويسه جدا. وهي الاجيال مبشره والناس كلها احنا شايفينها بره حاجه واعده جدا. طيب نتعرف بحضرتك. انا محمد عبد الحسيب، مدرس انجليش في المدرسه. انا يهمني جدا طبعا في طلابي في المدرسه يكونوا على وعي بالبيسكس بالنسبه للغه الانجليزيه، خصوصا لان اكتر من 90% من المواد عندنا بتدرس بالانجليش، كيمستري فيزيكس كل دي بتدرس باللغه الانجليزيه، فلازم يكون الولد عنده المينيمم البيسكس عشان لما اجي اشتغل معاه في الكلاس ما بنيش في الهوا، الاقي فيه ويبقى مستوعب على الاقل الاساسيات. خصوصا طبعا سوق العمل بتاع الولاد اللي عندنا الخريجين هيبقى مهم جدا الانجليش بالنسبه لهم، يعني الولد الخريج اي مكان في العمل قوي وعنده مهارات عمليه بدون انجليش مش هيبقى في سوق العمل مطلوب. فاعتقد ان المدارس بتاعتنا اصلا كلها كفكره المدارس التكنولوجيه ان احنا ننتج او يتخرج من عندنا فنيين وناس ماهرين في مش بس في المهاره العمليه، مش في اليدويه موجود كتير في الورش العاديه بتاعت زمان، في ناس ماهرين جدا واسماء مرموقه في مصر كلها، ولكن فين اللي يقدر يتعامل مثلا السيارات الحديثه دلوقتي ما بتوصلش بينها بعينه، لا هو بتوصل عن طريق الكمبيوتر،